قصص رعب حقيقية حدثت بالفعل. مركب الفزع، القصة حدثت بالفعل. اهلا بكم، يا رب دايما تكونوا بخير وفي افضل صحة واحسن حال. معكم احمد ربيع من قناة جنبت قلبك. من فضلك دايما وانت بتسمع تشترك في قناتنا لو اول مرة تشوفنا، ولو عجبتك القصة بتاعة الليلة دوس لايك وتعليق في رأيك، وعايز الحلقة الجاية ان شاء الله تكون عن ايه، وشير الحلقة في كل مكان وبس كده. تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع، جاهزين؟ يلا بينا. لما يكون عندك 24 سنة وظيفة عامل في طاقم مركب مش هتكون الوظيفة المثالية ليك، بس طالما الوظيفة دي بتأكلك وتشربك وبتدفع لك فواتيرك ما بتتعبش فيها وبتشتغل بس في عطلة نهاية الأسبوع، يبقى ليه لأ؟ أهي وظيفة زي أي وظيفة. كنت مبسوط وراضي لحد اللي حصل من أسبوع فات، وقتها اتغير كل شيء. حاجة حصلت لي أثناء الوردية بتاعتي على المركب ملهاش أي تفسير، خايف احكي لاي حد عليها علشان ما يقولش عليا مجنون. ماليش اي حد احكي له وهيتفهمني غيركم انتم، علشان كده قررت افضفض معاكم. كنت مكلف بالعمل على سطح المركب لمدة يومين. الموضوع سهل، بنضف سطح المركب من القذارة وامسح مية البحر لما بيصطادوا سمك وينضفوا بطنه. انا بشيل الاحشاء والدم والحاجات دي، بتأكد من ان كل حاجة على السطح تمام. وتوقعات الطقس كانت بتقول ان الجو هادي وكل حاجة تمام ومفيش اي مشاكل متوقع انها تحصل قريب. الطاقم كان بيصطاد السمك ويهلله ويفرحه كل ما الشبك بيطلع مليان. في الحقيقة الفضل في ده بيرجع لربنا ثم المركب بتاعتنا او القبطان. كان دايما بيقول ان المكان اللي هو بيجيبنا فيه ده احسن مكان للصيد وان محدش يعرفه غيره، بس كان بيسكت ثواني وبنبرة حزينة بيقول بس مفيش حاجة بلاش. كان عندي حق، المكان ده بالنسبة للصيادين كان منجم ذهب، كميات كبيرة من السمك والصيد كان سهل هنا. لاني شاب احمق ومعرفش ان فعلا مفيش حاجة بلاش، كنت شايف ان ده احسن مكان الواحد يصطاد فيه. وديتي اليوم ده كانت بالليل، من 8 بالليل لحد 5 الفجر. كان لازم انضف سطح المركب، اتاكد ان الشبك كله تمام، اشيل الدم والاحشاء بتوع السمك كالعاده يعني، واتاكد من ان الطعم تمام لو حد يعني حابب يصطاد بصناره. كل الناس كانوا ناموا، انا الوحيد اللي هكون صاحي لحد الساعه 5 الفجر. كنت بنضف سطح المركب لما لمحته بعيني فوق كبير جدا من الضباب جاي على المركب. باستثناء الضباب ده السمك كانت صافية تماما، وده كان شيء غريب. مش عارف المركب هي اللي رايحة للضباب ولا الضباب هو اللي جاي ياكل المركب. الضباب كان بيقرب باستمرار وانا كنت بتجاهله، كنت مشغول في شغلي لحد ما حسيت ان خلاص الضباب اكل نص المركب اللي هناك وبيقرب عليا. جريت على باب المركب وحاولت افتحه، للمفاجأة الباب اللي انا لسه داخل منه من ساعات وسايبه مفتوح كان مقفول. حاولت افتحه بقوة لكن برضه كان مقفول. سبته وجريت على الابواب التانية لكن كل حاجة كانت مقفولة، مقفولة كويس جدا. وقفت في نص المركب ببص على الضباب وعمري ما شفت في حق، عمري ما شفت حاجة زي كده. ضباب ضخم اسود وكثيف، حتى المية حوالين المركب مش شايفها ولا سامع صوتها، زي ما تكون خافت ومشيت. قلبي قال ان في حاجة غلط بتحصل. فجأة المركب بدأ يتهز كأن حد بيلعب بيه، وصوت معدني جامد ظهر من لا مكان. قلبي وقع، قلبي وقع وحسيت بالخوف. المركب كان بيتهز كأنه لعبة في ايد طفل صغير، والصوت المزعج ده سيطر على المكان كله. حاولت تاني افتح اي باب لكن الابواب كلها كانت مقفولة كويس، كأن حد قفلها علشان يمنعني من الدخول. قريب مني كان في ست شباك صيد متكومة فوق بعض، جريت ودفنت جسمي وسطهم بحيث محدش يكون
جريت ودفنت جسمي وسطهم بحيث محدش يكون شايفني. شميت ريحة دم قوية، ريحة الموت بتسيطر على المركب، الضباب سيطر على كل حاجة حوالين المركب، لكن جوه المركب كنت شايف كويس زي ما تكون فقاعة ضباب ولفت حوالين المركب. قلبي كان بينبض بقوة وعينيا مدمعة من كتر الخوف. الصوت المزعج والريحة المخيفة وهزة المركب الغير طبيعية خلوني خايف قوي. 4 مخلوقات غريبة أول مرة أشوفها طلعت سطح المركب، مخلوقات سودة وشكلها مرعب جدا. بصراحة عيطت من الخوف. بعدين مشوا ووقفوا قريب مني يتفحصوا المركب والمكان. رجليهم رفيعة وسودة مبلولة وريحتها عفن. ضوافر رجليهم كانت مقوصة وطويلة ومليانة كزارة. حطيت ايدي على بقي علشان اكتم نفسي واكتم صوت عياطي. كنت بترعش من شدة الخوف. لو ما كنتش لقيت مكان استخبى فيه كان زماني بين ايديهم دلوقتي. مشيوا ببطء وبايديهم المليانه مخالب حاولوا يفتحوا ابواب المركب وجربوا باب باب بترتيب زي ما يكونوا مش اول مره يطلعوا المركب دي. وفي ثواني مسكوا جرادل الدم واحشاء السمك وبداوا ياكلوها بصوت مقزز. كنت سامع صوتهم ومغمض عليا. خوفي ما بيقفش ودموعي ما بتقفش. كنت خايف قوي. مرت ساعات وهم بياكلوا الدم والاحشاء. ويعوا بصوت مقرف. حاولوا تاني وتالت يفتحوا كل الابواب. فجأة واحد منهم اتزحلق ووقع قدامي بالظبط. قدرت اشوف وشه من قريب قوي. عينيه واسعة جدا ولونها احمر ما فيهاش نني. راسه شبه راس الانسان بالظبط ونفس الحجم. ملوش مناخير وبقه كبير جدا واسنانه بيضة وضخمة ضخمة قوي. لو كان لف وشه سنتي واحد بس كان شافني، لكن لحسن حظي هو قام اتعدل وقام من غير ما بص ناحيتي. جسمه كله مليان قشور زي السمك وريحته عفن. كنت خايف لدرجة لا يمكن حد يتخيلها. جسمي بيترعش، عينيا مليانة دموع، جسمي بيتنفض من الخوف. وقفوا يدوروا في المركب تاني الثواني. في اللحظة دي كانت الشمس بدأت تطلع والضباب بدأ ينقشع خالص. نطوا في المية وكل حاجة بقت كويسة تاني. المية رجعت وصوتها رجع تاني. السما صافية والشمس بدأ تطلع وكأن مفيش حاجة حصلت. خرج الكابتن من اوضته وبص لي كأنه متفاجئ وسألني انت لسه هنا؟ سكت ثواني كأنه خد باله من اللي قال وسألني اقصد انت كويس؟ شكلك مش طبيعي. وقعت على ركبي وعيطت وصرخت لحد ما قرروا يرجعوا. مش هشتغل في مراكب تاني ومش هنزل البحر تاني مدى الحياة مدى حياتي مش هنزله. بس اللي انا متأكد منه ان القبطان عارف كل حاجة كويس قوي.
خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتك يا ريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناه انزل حالا اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. لينك الانستجرام والتيك توك وكواي والفيسبوك، صفحه القناه طبعا موجوده، كل ده هتلاقيه في الديسكريبشن. كان معكم احمد ربيع من قناه جامد قلبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم احمد ربيع من قناه جامد قلبك، والسبيلنج بتاعها بالفرانكو عرب جي ام دي قلبك اي ال بي كي. كمان عندنا بيج على فيسبوك اسمها كوكب الرعب، هتلاقوا لينك البيج في الديسكريبشن، واللي بينزل عليها حاجات تانية وقصص وملفات ما بتكونش مسموحة النشر هنا على يوتيوب، نظرا لانها غير مناسبة لمعظم المعلنين وحاجات كده مش عايز اوجع دماغكم بيها. كمان لينكات الانستجرام والتيك توك وكواي برضه هتلاقوهم تحت في الديسكريبشن، وللناس اللي عايزة تتواصل معايا بشكل شخصي هتلاقوا لينك الاكاونت الشخصي الخاص بيا على فيسبوك في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.